السلام عليكم، كيفكم اخباركم؟ الزبدة هذه لعبة بلان فورس زومبي سكارفين وورفير. اللعبة تعتمد على الاونلاين، يعني اذا ما عندك نت اتوقع ما تشتغل اللعبة. anyway guardian ops هذه هنا تبدأ، يعني تختار الاماكن وتلعب فيها. ملتي بلاير هذه ما دخلتها صراحة. play competitive online as either planets or zombies in a different mode. okay هذه ما ادري ايش هي صراحة. team vanquish زي team deathmatch الشغلات هذه. الأمانة هذه ما لعبت فيها كثير الشغلات المالتي بلاير. لعبت هذه جاردين اوبس رهيبة صراحة مرة، بلعبها الحين. فيها أكثر من لاعب، يمديك تخلي اثنين يلعبون مثلا، which is good صراحة. كاركترز في عندك أربع أنواع من النبتات. في عندك هذه هذا النوع صراحة، هذا اللي قاعد استخدمه مرة أحبه. وتخيل اول ما خلصت اول مرحله اعطوني باكيجات، الباكيجات تطلع لك شخصيات. والله طلعوا لي شخصيات مو طبيعيه، طلعوا لي ذي، شوف هذه فتاكه مره، هذه تطلق زي البذرات، بذرات كذا تطلقها. هذه نفس النوع نفس الفصيله بس انها تطلق ليازر. وفي هذه مره احس حلو، بيري شوتر، هي عننه من بعد تطلق شو اسمه توت وأنواع التوت. أصلا هي كده عليها توت أحمر وتوت أزرق، مرة شكلها كيوت. عندي بس ثلاثة، هذه كلها مقفلة، لاحظ عندي هذا وهذا وهذا. فأنا قد لعبت بالبين هذه أول لعبة، بعدين لعبت أول ثاني لعبة لعبتها كان بهذه، الحين بلعب بالبيري شوتر. بس أوريك الشخصيات أول. في هنا هذه الشخصية ما قد لعبت فيها صراحة، تشامبر. في عندي ذا اللبس وفي عندي لبس ثاني، لبس تشستر تشامبر زي يذكرني ذاك تشيتوس، ذكر تشيتوس البطاطس والله نفسه. اتوقع هم قصدهم هذا اصلا، حتى حاطين نظاره نفس النظاره اللي لبسها كذا شكله. فما عندي الا شخصيتين هنا في هذه الفصيله. السن فلاور ميزتها ان زي الميديك، تعبي الدم يعني إذا في أحد دمه ناقص تعب فيه، فوالله ميزتها حلوة يعني تعتبر. وعندي منها بس هذا النوع، للأسف ما عندي واحد منها. الصبارة ما قد جربتها، بس أتوقع من نوع المقاتلة، هي نفس الأولى هذه مقاتلة الأولى، أتوقع هذه نفس الشيء. عندي لها هذا اللبس وعندي لبس لها البرتقالة، والله برتقالة مقشرة برتقالتي، والله مرة أشكالهم حلو. في قسم الزومبيز ما لعبت ولا زومبي لعبت فيه، هذا الأول فوت سولجر اسمه، وما عندي غير اللبس هذا. وشخصيتي إنجينير، في عندي شخصية ثانية له إلكتريكن، لأنه كهربائي. نفس الشخصية بس ترى الضربات تختلف، بس هنا ساينتست ساينس، واحد ثاني بعد دكتور تشيستر نفسه ذاك النمر ذا البطاطس. وهنا اول ستار، يعني لنا ذا ما عندي غيره، اي ما عندي غيره. anyway وريتك شخصيات عندي. فوق على اليمين عندي الكوينز، فوق على اليسار الاي دي والرتبه. ستيكر شوب هذه زي الباكجات، شوف تدفع عليها الكوينز، نفس الكوينز اللي فوق على اليمين تدفعها وتشتري. اول جيم لعبته عطوني كثير باكيجات، والباكيجات هذه جابت لي شخصيات، الشخصيات اللي وردت اياها البيري وهذاك اللي طلق ليزر والتشيتوس كلها جت من الباكيجات اصلا. وهنا زي الكتيب في استيكرات، تشوف ايش الاستيكرات اللي جمعتها الشغلات دي. anyway خلونا نلعب اللعبه. جاردن اوبس سيرش، خلينا نحط على الايزي. انا صراحه قاعد العب على الايزي عشان رتبه جيده لسه في البدايه. واي ماب اني ماب على طول. اوكي found a really great server please wait while joining i will
مرة ثانية لو سمحت. قلت لعبت من قبل مع 4. ايش ده؟ اذا ما دخلني بلعب لوحدي. احيانا العب لوحدي والناس يدخلون يلعبون معي. والله دخلني هالمره كفو. الزبده اللعبه صراحه سو ماتش فن. الجاردن اوبس ايش مهم، ايش فكرتها؟ لعبتها مرتين وهذا اللي اكتشفته. في نبته كبيره وعليها لها دم. النبته هذه لازم الزومبي ما يجون ياكلونها، لازم تحميها باي طريقه. ويطلع لك زومبي في كل جوله، في ويفز، كل ويفز يطلع فيه زومبيز في من 1 لـ 10. اذا خلصتها، اذا قدرت تعيش وخليت النبته تعيش من دون ما تموت لعشر جولات، تعتبر انت فايز خلاص. انا بجرب البيري شو تصرف، ما بجربها. هتلعب لوحدي ولا معي احد؟ اوه معي واحد. خلوه كده. اوه هذا هو تشيكس. بدل جيم. شوف لازم اروح عند الجاردن، هذيك الجاردن المسألة شو اسمه الحديقة. او لحظة. اوه هنا في نور هنا. طبعا الشخصيات ما هم سريعة. اوه هذه هي، هي هذا النبتة. لازم نحميها، شوف فيها لها دم. جاردن هيلث. نيكست ويف، نيكست ويف يبدا فيها الزومبي دون. بس خليني اوريك الخصائص. لو تلاحظ على اليمين عندي خاصية ارون المثلث. ارون يخليني شوف سريع واسقط قوة. المد خلصت الحين. اوه رانك اب. نيو ابيلتي. الون يسوي قنبلة، بس بوريك اياها الحين. اصبر خلي يبدا الزومبي يجون. الزومبي ار كامينج ويلكم. طبعا فوق على اليسار تشوف الدم حقنا، تشوف دم الفريق كله. تحت على اليسار تشوف ال 125، 125 هذا الهيلث حقتي انا. على اليمين تحت فيه الارون والالوان، قلت لك الابيلتيز. تحتها الثمانية هذه الطاقات. في احيانا تلقى زي كذا، هذه تلقاها زي كذا فيها تربه، انت تطلع فيها والنبته وتحطها وتحميك النبته تساعدك. خلنا نشوف اذا في بحط انا. اوه هذا زومبي. خذ والله ضيع كلهم اكل. ابو الليزر صراحه كان اقوى. ليه؟ لان اذا ضغطت على ار2 طبعا يفلت. ابو ليزر ضغط على ار2 يطلق طلقه زي اللي تنفجر. الزبده هذه اللي كنت اقول لك عليها، النبته تضغط عليها دائره وتشوف اذا عندك هنا بذرات تقدر تحط انواع البذرات. في هذه البذره اللي تطلق طلقه واحده حطيتها. شوف تطلق طلقه واحده تحميك. اي زومبي يجي جنبك تطلق عليه. شوف يلا طلق. والله ما وصلت. خذ اوه في زومبي عند النبتة. لا تساعدني. كيف وين النبتة؟ والله شكلها كيوت. انت في واحد ثاني. والله في زومبي كان هنا. فودي اسرع هنا اذا في.
واحد دخل، شوف صرنا ثلاثة فوق على اليسار. هو في هنا نبتة، بحط الرشاش. رشاش والله. ها ها طيب القبلة يوه ماس الفجار والله قوية تاخذ روحها لو تتعبى. في زعيم هناك وش زي كذا. اوه ذولا يتفجرون اذا قربوا منك فلازم تفجر. والله هنا يوفي والله انفجر. باقي شوي يخلصون الزومبي اللي تحت فوق تحت الدم حق النبتة. باقي شوي زومبي في الخط معناها بينتم. هذه هي دوار الشمس تزود دمك. شفت ثانك يو. طبعا هذا واحد قاعد يلعب معانا. في زومبي هناك تعال. اي والله اخذت هي دوارة الشمس يعني. هنا اوف والله بلع. اي غمضة غمضة والله. اثنين منهم دول اللي اجوا على وش بنت. هذا الزومبي مات والله. البير شكلها حلو بس انه مع الليزر. مين بقى من الليزر؟ ليزر والله بتاعها. في زومبي تحت هنا مات. والله دوار الشمس مهين طلع يضرب. ايه عبد الدم العاش سبيشال ويف فان فرينزي. ايش ذا؟ اول مره اسمع في هذه او اقرا سبيشال ويف. والله اهنيكم على القبول. ايوه ازرع ازرع كافو. والله خوي زرع نبتة. والله عندهم نبتات غريبة. ايش ذا النبتة؟ انا ما عندي نبتتين بس ثلاثة. اخرب اخرب ساعدته. انتهت الجولة. بيرفكت ويف. واو دوار الشمس. والله يا اخي دوار الشمس شكل كيوت وهو يمشي. هاي شكل الشخصيات كلها كيوت. ولما تضغط شفت لما تضغط صن فوق يسوي يس يعني انه ياس. اوه ايش بيطلع لنا؟ اذا اختلفت معناها بوس بيطلع صح؟ بوس بوس مين؟ بس بوس او واحد بيجي على الاقل. بوس ويف والله كتبوها. وينه؟ قبلتي الشرية والله معاي. طبعا هي فلفل يعني انها تشلي. والله لحظة لحظة طلع مو هم طلع مو هم. اي هذا 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 ما خفتيش والله يا اخي. شو يا عيال؟ طيب قبلتي الفلفل الفلفل. شوف والله قصة الخفاش ذا اللي واجهته من قبل كان يهرب دائما يهرب يختفي من قبل. أمان دوار شمس كبير والله انضغط بحث يكتب 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 يعدي دمي والله انضغط بحث يكتب انا انضغط بحث انا انضغط بحث ايه كل كل
ادخل وين ده اللي فيه الكدش اللي كان هنا؟ تعبي دمك بس ما تعبي كله. دوار الشمس تعبيك يا ثانك يو والله لا أفضل شكرا. وين ذا البوس؟ دوار البوس شكرا منه والله أنا ربطني.